ربنا يخليك. هتكلمنا النهارده اكيد عن اسطوره كلنا بنحبها بصراحه، ده أكيد. يعني كلنا بنحبها وكلنا بالنسبه لنا رمز من رموز النادي الاهلي اللي على مر الاجيال بنبص له حتى على مستوى خلينا الاداره، وانت كمان هتكلمنا على المستوى كمان الفني وازاي كان ليه تاريخ في عمليه احترافه خارج مصر. يمكن الاسطوره المايسترو كابتن صالح سليم الله يرحمه من اللعيبه اللي هم الافذاذ في تاريخ الكره المصريه، مش بس كمان في تاريخ النادي الاهلي، يمكن هو كان شخص استثنائي في كل شيء، حتى في رحله احترافه نفسها كانت استثنائيه ومختلفه. فكره انه من بعد كاس العالم 34 خرج اسماعيل رأفت، خرج انور جميعي، ولو ان انور جميعي برضو ملوش تاريخ في الكره المصريه هنا لكن لعب في فرنسا، لكن من الثلاثينات لحد ما وصلنا سنه 63 مفيش لعيب مصري خرج احترف في اوروبا. مفيش لعيب مصري خرج في الفتره دي بالظبط. لكن بعد كده جه الكابتن صالح سليم بتجربه استثنائيه شويه، انه خرج من النادي الاهلي كان ساعتها ظروف ان كان منتخب مصر مستواه كان تراجع شويه، هو كان شايف ان في ضغوط كتير عليه لانه كمان كان كابتن منتخب مصر في الوقت ده، حب يخرج من ضغوط الكره المصريه كلها وياخد تجربه الاحتراف الاوروبي. الاحتراف الاوروبي جاله عن طريق فريدز، ده كان مدرب نادي الاهلي هنا في مصر وانه مدرب نمساوي، لما رجع النمسا درب نادي جراتس النمساوي، بعت خطاب لكابتن صالح سليم هنا في مصر وطلب منه ان هو يكون موجود معاه في جراتس. المفارقه هنا ممكن حاجه برضو ناس ما بتبصش عليها كتير، انه كابتن صالح سليم احترف وعنده كام سنه؟ وبعد ما تخطى ال 30، بعد ما تخطى ال 30 انه لعيب يكون فت ويكون يعني عليه العين انه مدرب نمساوي بعد ما يسيب مصر يفكر ان هو يستعين بيه وهو تخطى ال 30، كان عنده 32 سنه تقريبا، عندهم تقييم بالنسبه لهم كل المعايير بيركزوا فيها والسن رقم واحد، حتى في تجديد العقود في الاستمرار الكلام ده كله. فتواجد كابتن صالح سليم بالفعل، راح مضى 4 شهور مع نادي جراتس في النمسا، استقبلوه وعملوا مؤتمر صحفي كبير اول ما وصل المطار، ابهرهم ان هو بيتكلم 4 لغات، يعني كانوا مش متخيلين ان يجي لعيب من مصر يكون بيتكلم 4 لغات، واجاده تامه يعني. وفي الوقت ده بدا مباشره لعب ماتشات وديه، ثم بدا الفريق كان في المركز الاخير، كان ظروفه صعبه جدا، كل كابتن صالح كان الفريق اصلا في المركز الاخير. مشيت الصوره اللي قدامنا دي يا عمر بالظبط، ده كابتن صالح مع فريق جراتس النمساوي. يعني كابتن صالح هو اول واحد على الشمال وقوفا، حتى شكله مميز، وقفته جسمه هو اقوى من كل اللعيبه بالظبط. يعني بالمناسبه كل اللي شافوا كابتن صالح في الملعب حكوا عنه، منهم الدكتور طه الطوخي ربنا يديله الصحه، من شيوخ المدربين في مصر، وهو درب كابتن صالح كان اسعده الحظ في كده. واتكلم عن كابتن صالح لما اتكلمت معاه اكتر من مره، لا كان لعيب ستايل من اللعيبه اللي هم يلعبوا النهارده يبقوا برده نجوم ونجوم شباك. في احتراف كابتن صالح في جراتس، ودي صوره في الملعب كمان، دي اثناء الدوري النمساوي، بيسدد ضربه جزاء في او في هدف بيسجله، في كمان مباراه اعتقد قدام لاسك برده في صوره منها. الحقيقه الفتره دي المفارقه هنا انه 4 شهور، في ال4 شهور يقدر انه ياخد الفريق من المركز الاخير لانه يوصل للمربع الذهبي ينافس عليه ويفنش الدوري في المركز السادس. ازاي ده حصل؟ 8 ماتشات اللي لعبهم كابتن صالح، 7 ماتشات فوز، طول ما هو في الملعب بيسجل اهداف، بيصنع اهداف، في ماتش سجل فيه هاتريك، في ماتش بيسجل اهداف وبيصنع سجل اهداف، هاتريك يعني. في مباريات تألق كبير يا عمر، كبير بعد جدا. يعني السن انت بتتكلم راح مثلا واحد فوق ال 30، كان عنده تقريبا 32 سنه، 32 سنه انه بيروح، وزي ما انت بتقول ظروف الفريق ظروف سيئه جدا، انه بيتميز وبيروح وبيسجل وبيعمل هاتريك، ويعني ده كمان جديد على لو اتكلمت على تاريخ المحترفين بقى ككل. بالتأكيد. يعني مفيش هذا السن واحد ابروموفيتش يعني لسه جايب جون النهارده، لكن نتكلم على كابتن صالح سليم سنه 63 63. عايز اقول لحضرتك انه المباراه الوحيده اللي خسرها جراتس كان كابتن صالح اصيب فيها وخرج من الملعب، لكن ال8 ماتشات 7 فوز وهي الهزيمه الوحيده عشان اصيب في المباراه دي وخرج، وقدر انه يفنش معاهم الدوري في المركز السادس، لدرجه انه كمان يعني فريدز عرض عليه ان هو يجدد، كان راح فتره يعني اجازه بين الموسمين في ايطاليا، لكن فوجئ وقتها ان نادي الاهلي بعت له خطاب وطلب منه انه يرجع، لان برده كان مستوى فريق الكوره في نادي الاهلي في السنه دي قل شويه، خسر قدام الترسانه في دوره رباعيه لتحديد بطل الدوري 2-0. ولما رجع كابتن صالح رجعت الحكايه تاني يعني نقول للاحسن ونقول المستوى بتاع النادي الأهلي رجع.